الحديث ما يزال مستمرا عن التعليم، لكن هذه المرة حديث من داخل جامعة القاهرة، حوار لدكتور جابر جاد نصار الذي انتهت فترة رئاسته للجامعة منذ أيام. تحدث عن أسلوبه في إدارة الجامعة في ندوة لليوم السابع، نقرأ تحت عنوان جابر نصار: الجيش كان مثلي الأعلى في إدارة جامعة القاهرة والرئيس الداعم الأكبر. قال دكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة الذي انتهت فترة توليه هذا المنصب منذ أيام، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أكبر داعم للإصلاحات التي حدثت بالجامعة في فترة رئاسته لها والتي مثلت طفرة في تاريخها. وأكد نصار أنه يثمن حرص الرئيس على استمرار نجاح منظومة العمل بجامعة القاهرة وعدم حدوث أي فراغ بها، وذلك بإصدار قرار تعيين دكتور محمد عثمان الخشت رئيسا جديدا لجامعة القاهرة في أول يوم بعد انتهاء فترة رئاسة نصار لها. وأشار إلى أن إصدار هذا القرار في هذا التوقيت يحمل تقديرا كبيرا للجامعة وتجربتها في الإصلاح، متمنيا أن يضيف رئيس الجامعة الجديد لنجاح هذه المنظومة نجاحات أخرى. وأضاف أنه وضع نجاح الجيش أمام عينيه لأنه منضبط إداريا وعمل على تحقيق جزء من هذا الانضباط الإداري، وقرر عدم الترشح لرئاسة الجامعة مرة أخرى لوضع الصف الثاني بالجامعة في اختبار تاريخي.